يقول ابن عباس رضي الله عنه: أمانان جعلهم الله للناس، الأول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني الاستغفار. يعني يقول نعم يعذبكم الله، لكن الأمانان موجودان. الأمان الأول وجود محمد، وجود نبي، وما كان الله ليعذب قوما فيهم نبيهم أبدا حتى يخرج النبي، إذا خرج النبي يأتيكم العذاب. هذا الأمان الأول وجود النبي، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني إذا استغفروا فإن الله لا يعذبهم سبحانه وتعالى.